بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بكم في حلقه جديده من اخر النهار. كل التحيه والتقدير. الحقيقه انا يعني عايز ابدا من قضيه انا مش معتبرها قضيه انسانيه، انا معتبرها قضيه وطنيه، يعني قضيه تخصنا من ناحيه الوطنيه وتخصنا من ناحيه امننا القومي وامننا الاجتماعي وكل حاجه، وهي ما يتعلق بالحقيقه بملف ابناء وعائلات شهدائنا سواء من الجيش او من الشرطه اللي بيسقطوا على ايدي الارهاب او غيره، يعني اي شهيد من شهدائنا اللي بيسقطوا حتى في مواجهه الاعمال الاجراميه والجنائيه الى اخره. بنسمع كتير عن ضباط صغيرين في السن وعساكر وافراد شرطه بيضحوا بحياتهم وافراد جيش في مواجهات مع اما جنائيين تجار مخدرات ارهابيين الى اخره. انا يا جماعه خلال الاسبوع اللي فات ده يعني تلقيت عدد من الاتصالات لمشاكل الناس يمكن مش عايزه تقول اسمها علنا، معرفش ليه، يعني عندهم محرجين مكسوفين، مش عايزين الصوره تبقى وحشه، مش عارف، بس ما جمعته من معلومات يشير الى انه الناس دي من عائلات واسر الشهداء وأبنائهم لا يتلقوا الرعاية كاملة. مش بقول إنه المؤسسات دي ما بترعاهمش، لا، القانون وحدود وإمكانيات هذه المؤسسات قد لا تتناسب مع الطريقة اللي لازم نعاملهم بيها. بمعنى أنا النهاردة لو مثلا ابن شهيد من شهداء الشرطة أو الجيش وأبويا استشهد في معركة من المعارك الإرهابية أو الجنائية، وبعدين في معاش للشهداء، حلو قوي، بس النظر إلى هل معاش الشهداء يكفي لمعاملة لائقة وحسنة وحياة كريمة لهذه الأسرة التي فقدت عائلها في فداء للبلد؟ احنا شفنا بتوع الشرطه، رجاله الشرطه راحوا مع الاطفال للمدارس في اول يوم ورعوهم وكل حاجه، بس في تقديري مما سمعته من شكاوى، وانا محترم جدا انه هذه العائلات الشريفه الراقيه اللي ضحت عشان البلد مش عايزه يبقى الشكل دمه تقيل، ولا يقولوا احنا كان علينا اقساط ما تسددتش، الله يرحمه كان واخد قرض او بيسدد شقه ومش عارفين نعمل ايه، البنوك تخضتنا علشان سداد حاجات معينة، كان عليهم جمعيات، كانوا شاريين حاجة، كان ولادهم محتاجين عمليات. لا يوجد فيما نعرف من القوانين المصرية ما يساعد على انه هذه العائلات من عائلات الشهداء تحظى برعاية شاملة تليق بالشهيد وتضحيته وتليق بمستوى الفقد الذي جرى لدى العائلة. كتير بقى، يعني أنا سمعت قصص الحقيقة كتير، والحقيقة برضو محترم قوي قوي رقيهم في أنهم مش عايزين لأسمائهم ولا عايزين القصة بعينها، بس ناس قابلناها في احتفالات، ناس بتجيلنا الجرايد عندهم مشاكل، يعني لما يجيلك أبو شهيد وعنده مشكلة أنه ابنه كان عليه قرض في بنك وحتى المعاش اللي هياخده معاش الشهيد لا يستطيع ان يسدد فلوس القرض، فهو بيضطر الرجل انه يشتغل عشان يصرف، او انه طفل من اطفال الشهداء يصاب بحاجه او زوجه او ام ولا تلقى الرعايه كافيه وما يكونش عندهم ما يكفي انه هم يسددوا احتياجاتهم. لا الوم هنا احدا، انا اطالب بتعديل ان امكن أن يكون هناك تصور لمنظومة قانونية مالية اجتماعية، صندوق تشريع يخص كيفية معاملة عائلات الشهداء بعد هذه التضحية الكبيرة. احنا بنشوف وشفنا كتير جزء من المنظومة اللي مبنية عليها التيارات الدينية المتطرفة انه ما تلاقيش واحد معتقل الا والاكل رايح له على السجن، طبعا تمويلات كبيره، ما تلاقيش عيله فيها معتقل الا والمحامي متكفله بالجماعه،
لو عندهم ديون بيسددوها له، ده في الاعتقال. كلماش بقى في قتلاهم اللي ممكن يكونوا بيحظوا تحظى عائلاتهم برعايه اكبر. لذلك تلاقيهم ايه، هو قاعد في السجن 24 قيراط، عارف ان البيت واكلين شاربين نايمين، العيال متعلمه، لو في حاجه عنده جيش بره وعنده فلوس قد كده بره يقدر يتصرف بيها. طب هذه المنظومه هي اللي مخلياهم يعني ايه عادي، يعني ضاربين بقى الدنيا طبنجه، ولا يعني هو بره السجن مش هيصرف على عيلته زي ما هيصرف عليه هو جوه السجن الفلوس الكتيره دي. طب اذا كان هذا هو حال هؤلاء المتطرفين الذين يتلقون اموال طائله للانفاق، طب هل احنا عجزنا يعني على ان اسر الشهداء نعمل لها تشريع خاص يضمن ليهم حياه كريمه طول العمر، فتكون تضحيته دي حاسس بيها وليها تمن وليها قيمه وقلبه يجمد على الدنيا؟ لانه انت النهارده لما بتشوف مثلا لو ضابط شرطه شاف مثلا ان اسره واحد زميله مثلا اتبهدلت في حاجه لا قدر الله، او عندها معاناه في حاجه، او كان عليها دين وما تسددش، او كانوا واخدين شقه وما خلصتش، او كان في مهمه المفروض تتعمل محتاجه فلوس وما حصلتش، طب هو معنوياته تبقى شكلها ازاي؟ يعني هل يمكن ان نفكر ان جزء من دعم معنويات هؤلاء الجنود اللي الحقيقه واقفين من يناير الحقيقه 2011، مش بقول بس من يونيو، واقفين وقفه كبيره جدا وقويه جدا في حمايه امن هذا البلد، سواء على مستوى مواجهه التطرف والارهاب والعنف او على مستوى الجريمه الجنائيه، هل بقى دول ما يستحقوش مننا ان في حاله استشهادهم نضمن لهم تكريم نوعي بتشريع خاص؟ يعني ايه المشكله؟ يعني المشكله لو واحد استشهد وهو ملازم، ايه المشكله لو تشريعيا تم تعديل تشريعي مثلا انه يفضل يترقى، يعني يفضل مرتبه مش معاش بقى، لا يفضل يترقى جنب زمايله، فزمايله يبقى عارفين انه في ميعاد الترقيه انه الشهيد فلان الفلاني طلع من ملازم دلوقتي لنقيب، طلع من نقيب لرائد، طلع من رائد لمقدم، لعميد لعقيد لعميد الى اخره. ايه الغلط؟ ايه الغلط؟ طيب انا معايا على التليفون محمود، اهو محمود سعد الدين بيقول لي انه وكيل مجلس النواب السيد الشريف الرجل المحترم، هو ايضا متقدم بقانون يمكن بهذا المعنى. طيب مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك سيد الوكيل؟ اهلا مساء الخير يا استاذ خالد، ازي حضرتك يا فندم؟ الله يسلمك حبيبي، والحمد لله على سلامه العمل البرلماني، وان شاء الله يكون دور انعقاد موفق باذن الله يا فندم. ندعو الله التوفيق يا رب. الله يخليك. حضرتك مقدم مشروع فيما يخص اسر الشهداء مش كده؟ انا كنت اتكلمت على اساس ان احنا نحول ما تقدمه المؤسسات المعنيه سواء القوات المسلحه او الشرطه الى مشروع قانون، بحيث ان احنا نرعى الاولى الناس بالرعايه هم من قدموا ابن يعني اولادهم وناسهم قدموا انفسهم للدفاع عن هذا الوطن. تمام. لذلك احنا يعني اولى المهام ان شاء الله انا تحدثت مع مجموعه من المستشارين ومع الساده الزملاء النواب ان هو يكون في دراسه جيده حتى يخرج ان شاء الله المشروع بصوره يا رب تليق بابنائنا واللي هم بيقدموا حياتهم فداء لهذا الوطن. انا مش عارف انت حضرتك جات لك اي قصص من حجم المعاناه اللي ساعات بيعانوها دلوقتي؟ انا حقيقه انا متواصل معاهم بصفه شخصيه، ويعني بدون ما الواحد يقول هذا الكلام، احنا يعني دول امانه في رقبتنا كلنا كمصريين، والسيد الرئيس يمكن فتح السيسي تكريمه ليهم، ده لازم يتتبع بتكريم مؤسسات واولها طبعا الوطن كله طب هل ممكن يضمن ممكن التشريع ده يا فندم سيد بيه ممكن يضمن هذا التشريع انه مثلا يا الشهيد ده يحافظ على درجته الوظيفيه، يتقاضى مرتبات تزيد، لو عنده ديون تتسدد، يعني حاجه زي كده؟
شوف، كل ما نقدمه إن شاء الله لن يوفي هؤلاء حقهم، إنما ده عبارة عن بلسم بسيط، إنه إحنا نعرف إنه ما بيعوضش الابن أو الابنة أو الزوجة عن فقد يعني العائل ليها إلا اللمسات الطيبة اللي هي بتقدمها الدولة المصرية والمؤسسة التشريعية. لا احنا عايزين بقى ما بعد اللمسات، يعني احنا بنشوف في تكريم والرئيس بيقابلهم وبيتصرف لهم معاش او تعويض، يعني من ضمن مؤسسيا بقى ممكن المذكرة، نعمل ايه؟ يعني المذكرة الإضاحية اللي احنا بنتكلم فيها اللي هو فلسفة المشروع بإذن الله، مشروع بالقانون، الفلسفة بتاعته تدور حول النقاط اللي حضرتك ذكرتها، وأنا أشكرك بصراحة يعني على الله يعزك. إثارتك لهذا الموضوع، لأن إحنا عايزين فعلا الإعلام زي حضرتك والإعلاميين اللي زي حضرتك هم يثيروا بعض النقاط الهامة اللي هي بتخدم الوطن، نعم. وبالتالي إحنا بنشكرك على هذا يعني الله يعزك فادي، مهم الاقتراح، مهم ان القانون وإحنا ده بإذن يطلع. الله رغم من الأجندة الكبيرة جدا من مشروعات القوانين زي التأمين الصحي الشامل، زي قانون الإجراءات الجنائية، إلا إن أنا على مستوى الشخصي ومعايا عدد كبير جدا وأغلب السادة النواب أو كل النواب بلا شك، أنا بتكلم بأمانة، وإنه إحنا هدفنا الرئيسي إن إزاي نقدم لمسة وفاء لهؤلاء وده ممكن الأطفال يبقى خلصان العظام. امتى؟ خلصان امتى يا سيادة الوكيل؟ والله احنا حاليا بنعمل يعني المذكره تحت الاضاحيه، ثم انا هخلي حد من زملائنا ان شاء الله من الزملاء الافاضل يتقدم بمشروع القانون الى اللجنه للسيد رئيس المجلس الذي سوف يحيله باذن الله تعالى عندما ينتهي الى اللجنه التشريعيه، ثم اللجنه التشريعيه باذن الله تعالى تحيله الى اللجنه الهيئه المكتب. انا متمني يا فندم، انا متمني ان شاء الله الاجراءات تتم على خير، متمني نشوف انه ولاد الشهداء دول يبقوا عارفين انهم في حمل البلد كلها، اكلهم شربهم حياتهم مصاريف مدارسهم يعني جامعاتهم علاجهم كل الحاجات دي. الكلام اللي حضرتك ده بتقوله هو ده في فلسفه المشروع، ان ده خير يا رب، خير يا رب، خير يا رب. يعني انا عايز اقول لهم رساله من خلال البرنامج، انتوا ابناء مصر كلها، واحنا يعني انتوا في قلب مصر، واقول ان كل من قدم نفسه فداء لهذا الوطن احنا لازم يكون هناك تقدير من جميع مؤسسات الدوله. نعم. كما كرمهم السيد الرئيس، احنا كمؤسسه تشريعيه ومؤسسات الدوله وكلها لن تتاخر، حتى المؤسسه التنفيذيه ايضا كلها لن تتاخر، وبالدليل على كده ان حضرتك ان باثارتك لهذا الموضوع احنا بنلبي، انا مجرد ما قالوا لي رغم من ارهاق اليوم النهارده ربنا معاك يا فندم، انما مجرد ما قالوا لي عن هذا الموضوع وعن سيادتك فانا يعني بشكرك، بشكرك شكرا جزيلا سياده الوكيل السيد الشريف، شكرا جزيلا على مداخلتك، وهذه طمأنة انه البرلمان يدرس مثل هذا المشروع. كل اللي بنتمناه يا جماعه ان يتجاوز رعايتنا لاسر الشهداء مفهوم الاحتفالات ومفهوم المكافاه اللي ممكن يعني بياخدها واحد خارج على المعاش، ده مش راجل خارج على المعاش، ده راجل ضحى بحياته. احنا شفنا في سينا يعني رجال القوات المسلحه ناس بتاخد متفجرات في صدرها عشان تحمي زمايلها، وناس واقفه لحد اخر نفس بتدافع في الكمين ضد جماعات متطرفه، شفنا ضباط صغيرين ماتوا في احداث مع جنائيين بيطارد تاجر مخدرات، تاجر سلاح لحمايه لهذا البلد. ما ينفعش ان كل هذه التضحيه تواجه من الناحيه الثانيه انه بعد رحيلهم واستشهادهم انه نلاقي مثلا مراته بتستلف، يعني ازاي؟ او ابنه مش لاقي مصاريف المدرسه، او انه في حد كان لازم يتعالج فما بيتعالجش كويس. لا لا لا، الكلام ده يعني مؤسف بالنسبه لنا ومحزن، وللاسف الشديد خليني اقول لك انه كل القصص اللي سمعتها الاسبوع اللي فات ومن اكتر من مره وفي اكتر من مناسبه عن اسر بتواجه مشاكل زي ده، مشاكل حتى اداريه، مشاكل مع ادارات في الجهاز الاداري للدوله. النهارده انا متخيل انه لو واحد دخل ابو شهيد
تدخل اي اداره في اي جهاز اداري المفروض تقف على رجل، تقف على رجل لتلبيه الطلب طالما استقرت عليه شروط قانونيه وطالما الراجل بيطلب طلب عادل. فاحنا النهارده دي محتاجه رعايه ومحتاجه قانون، اتطلع باذن الله ان ده يحصل.